أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. انتشر مقطع فيديوي يظهر مواطنة أو مدرسة وهي تناشد بالوقوف على ما حدث من إعادة الامتحان لمدارس إشق الخاصة لمادتي الأحياء والرياضيات بسبب صعوبة الأسئلة وعدم إجابتهم على الأسئلة على حد قولها، وذلك خلال الامتحانات الوزارية. حدث هذه السنة ما لم يحصل، فبعد فضيحة بتسريب الأسئلة لمرحلة الصف الثالث المتوسط التي أجلت الامتحانات بسببها، تخرج علينا مدارس عشق أو إشك باللغة التركية لإعادة الامتحان في مادتين بسبب صعوبة الأسئلة على حد قولهم. استنكر طلاب وتدريسيو باقي المدارس ما حدث، لأن ذلك لم يحدث سابقا بأن أعيدت الامتحانات لمدارس معينة مهما كان السبب. يذكر بأن هذه المدارس عليها مشاكل ومطالبة بالمصادرة من قبل السلطات التركية، حيث أكد القنصل التركي في أربيل هاكان كراجاي العام الماضي بأن بلاده تواصل جهودها لمصادرة هذه المدارس لأنها تابعة إلى تنظيم فتح الله جولن، والذي تتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الذي تم إحباطه في 25 من تموز يوليو من عام 2016. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فنتابع. صباح الخير وزارة التربية، صباح الخير الوزير، صباح الخير الوكلاء اللي تنشون وتصيحون لم يتم إعادة امتحان المدارس العشر. منو قال لم يتم؟ المديرة بنفسها منزلة تصريح تم إعادة امتحان الرياضيات والأحياء بسبب المواد ما متوفرة، مواد الدراسية ما متوفرة عندهم. منو قال لك احنا؟ منو قال لك وزير التربية؟ منو قال لك مدارس المتميزين موادها حصلوها قبل نص السنة؟ موادنا بعد نص السنة يلا حصلناها. كوادر تدريسية مع كل مدارس المتميزين كليات بغداد. روح اسأل المدارس مال المتميزين ومال مال مال كليات بغداد، قولهم الكوادر مالتكم كاملة؟ هل هي كوادركم مؤهلة تدرس ذول الطلاب؟ وينكم؟ شنو فرق مدرسة عشق عن مدارس متميزين؟ شنو فرقها مدرسة عشق عن شنو فرق طلابها عن ولدنا احنا؟ إذا مدارس متميزين وإذا مدارس عادية. هذا حق الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم، من رئيس مجلس الوزراء لحد آخر مدير موجود بوزارة التربية. حسبي الله ونعم الوكيل. يقبلها يصير هيجي لأن مدرسة تدرس بفلوس يعيدونها امتحان غصبا حتى عن الوزارة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أريد أشوف طلابنا المتميزين وطلاب المدارس الاعتيادية شنو فرقهم عن طلاب مدارس عشق؟ طبعا لم يخرج بيان واضح من وزارة التربية ينفي أو يؤكد إعادة الامتحانات في هذه المدارس الخاصة في العراق. دعونا ننتقل إلى تغريدات الجمهور العراقي تحت وسم إشق فضيحة وزارة التربية أو عشق باللغة العربية، نفس الكلمة ولكن يختلف قليلا بالنطق. محمد يقول طالبنا بجدول بين يومين وماكو واحد منكم استجاب، وجبنا أهلنا لبابكم وطردتوا الشباب اللي تظاهروا أمام الوزارة. وغير هذا الأسئلة كانت صعبة وما بها مراعاة للطلاب، واليوم بكل بساطة تعيدون امتحان لمدرستين شنو على رأسهم ريشة يتساءل لو إحنا لأن ما إنا ظهر. أما كحيلان فقال ما صاير بتاريخ العراق ترى امتحان وزاري ينعاد لمدارس أهلية لأن إجا فرع مو من ضمن المرشحات اللي منطيهم إلهم المدرسين، ومو مادة واحدة ولا مادتين لا فوقها الامتحان اختياري. يعني إذا أنت ما عجبتك درجتك تمتحن، أما صاحبك بالصف إذا ما أخذ 99 عادي، إذا يريد ما يمتحن. تغريدة أخرى من آيات تقول فيها أنتم تحشون صدق؟ يعني شنو هالظلم اللي دا نتعرض له احنا؟ كل شي تقبلنا منكم
حتى جدول مثل البشر ما سويتونا، وفوقها هيك تسوون وين العدل بالموضوع، وين حقوقنا احنا كطلاب. علي الرمضان غرده والآخر وقال: تدرون شيء؟ فضيحة عشق أو إشق أحسها أقوى من تسريبات المالكي. يقول الطامة الكبرى الوزير يدري وموافق، والمصيبة إذا غلسوا على الفضيحة والهاشتاج أثار الأسئلة الصعبة يابا، على رأسكم ريشة، مئات من الطلبة امتحنوا بيها وحيجيبون درجات كاملة، شنو فرقكم عنهم؟ يتساءل علي متعجبا. طبعا كما أشرنا في مقدمة هذا الموضوع، كلنا يعلم ويعرف في العراق بما جرى من تسريب الأسئلة لصف الثالث متوسط خلال الامتحانات قبل أشهر قليلة، وتوقفت هذه الامتحانات، وخرج وزير التربية في وقتها وقال بأن المتورط بتسريب هذه الأسئلة هو حارس المبنى في أحد مديريات التربية في العاصمة بغداد، وهذا أثار استهجان وتهكم الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي، وقالوا هل يعقل بأن حارس يستطيع الدخول إلى غرف من المفترض أن تكون مؤمنة ويقوم بإخراج هذه الأسئلة وبيعها؟ اليوم هذه القضية صار لها تقريبا 4 أو 5 أيام تثار على منصات التواصل الاجتماعي لهذه المدارس الأهلية التركية، والتي هي أصلا مطلوبة بالمصادرة من قبل السلطات التركية لأنها تابعة إلى جهة مصنفة إرهابية لدى السلطات التركية، هي هذه المدارس مدارس عشق أو إشك باللغة التركية. كما أشرنا بأنه لا تأكيد ولا نفي من قبل وزارة التربية في العراق بإعادة مادتي الأحياء والرياضيات لمن هم في هذه المدارس، مدرستين هي موجودة، مادة الرياضيات ومادة الأحياء، بحسب ما استمعنا له بالفيديو فإن هذه المدرسة أو المواطنة تقول بأنه وتؤكد بأنه تم إعادة الامتحان لطلاب هذه المدارس، لأن والله كانت الأسئلة صعبة، زين ليش ما تم إعادة أو فتح الباب لباقي الطلبة في المدارس الحكومية أو حتى الأهلية والخاصة الأخرى؟ معنا اتصال؟ نعم، ليس معنا اتصال. دعونا نذهب إلى موضوع آخر بانتظار مشاركتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع أو الموضوع الآخر الذي سوف نعرضه الآن. طبعا خلال عام 2021 لقي أكثر من 4800 شخص حتفهم جراء حوادث السير في العراق كما أعلنت وزارة الصحة بحكومة مصطفى الكاظمي، وهو رقم يعادل أضعاف ضحايا العمليات الإرهابية وجرائم العنف في العام نفسه. وخلال الأسبوع الجاري فقط سجلت المحافظات العراقية مصرع وجرح أكثر من 43 شخصا بحوادث سير متفرقة في البلاد في حصيلة غير رسمية كشفت عنها وسائل إعلام عراقية محلية، كما لقي 10 أشخاص مصرعهم يوم الثلاثاء الماضي من جراء حادث سير وقع على طريق في الناصرية البطحاء بمحافظة ذي قار جنوب شرقي البلاد. في هذا السياق يقول المقدم في مديرية المرور العامة ببغداد سلام الجنابي بأن مديرية المرور ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن تلك الحوادث، موضحا لصحيفة العرب الجديد بأن أسباب الحوادث التي تسجل يوميا في البلاد تعود لجملة عوامل، منها المخالفات المرورية وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين والمطبات والحفر في الشوارع وعدم اتساع الشوارع لأعداد السيارات في البلاد. يضيف بأن هذا يقع على عاتق الهيئة العامة للطرق والجسور، عدا عن عدم تعاون الأجهزة الأخرى مع المديرية لتطبيق القوانين. حادث مروري قرب مركز أسعاف الشخارة هذه المنطقة، ولمدة نصف ساعة لا توجد سيارة إسعاف لإنقاذهم بحسب أهالي ذي قار الذين طالبوا بالاستجابة لهم،
بعد مطالبات ومناشدات كثيرة بتوفير سيارات الإسعاف الفورية على الطريق الدولي بين الناصرية والسماوة والناصرية والبصرة لكثرة الحوادث على الطريق الدولي، حيث قاموا بتقديم طلب رسمي إلى دائرة صحة ذي قار من أجل توفير إسعاف فوري إلى الطرق الخارجية. الجدير بالذكر بأن مركز الشغارة الواقع بين الناصرية والبطحاء يبعد عن الطريق الدولي أكثر من 20 كيلومتر في هذه المنطقة. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لهذا الحادث. لا حول الله يا ربي، عمي في زعنانهم ذولا، حادث هذا جبناهم سيارة اثنين لوجه الله تعالى. شرطة ذي قار مو تشلبون بالعالم، خلي العالم تفزع. راسي هذا بعد عادي، عم قيادة شرطة ذي قار مو تشلبون بالعالم. هم سيارتين، هاي سيارة الفوزة كل احنا شو دايما هاي دايما هاي دايما هاي دايما تعالوا جيبوها عمي. طبعا المقطع واضح يظهر بأن الأهالي والمارة بسياراتهم على هذا الطريق يقومون بنجدة ومساعدة من هم في هذا الحادث المروري. نبقى في سياق هذا الموضوع وموضوع الحوادث المرورية. ناشط من محافظة ذي قار وجه رسالة إلى دائرة صحة ذي قار وتحديدا إلى مركز إسعاف الشغارة، ويتساءل عن ضعف دور الإسعافات وإبقائها مركونة بمركز الشغارة دون استجابة عاجلة للحالات الطارئة وتأخرها في الوصول إلى مكان الحادث، مما يتسبب بفقدان أرواح المواطنين. فلنتابع رسالة هذا المواطن. مقابل مركز الشغارة إسعاف فوري، هذا موجود. كلنا صديق راسم. طبعا هاي رسالة إلى الحكومة المحلية، إلى محافظ ذي قار، إلى دائرة الصحة ذي قار، إلى وزير الصحة. مركز الشخارة ليش ضامين الإسعافات؟ منطقة عشائرية، ليش ما تنشروهن على الطريق الدولي؟ ليش الحادث مني يصير؟ المواطن يبقى ينزف يبقى ينزف لما يموت. احنا واقفين هسه مركز الشخارة للإسعاف الفوري. أول بارحة صار حادث هنا، ماتوا بي 8 وامرأة بحالة خطرة، وهسه صورنا لكم الإسعافات، 8 إسعافات طابقات جوا كاتلهن التراب، ما جاي يفعلوهن ولا جاي ينشروهن على الطريق الدولي. اللي اذا صار حادث لو السيارات المدنيه تنقل المصابين، ويا اما الشرطه الطرق الخارجيه، واذا نقلهن مدني ونقل مصاب ومات، فالمدني يندب السجن ويتعرض للمساءله القانونيه. منو يتحمل نتيجة سخط الأرواح؟ هاي رسالة إلى وزير الداخلية، إلى وزير الصحة. طبعاً راسم مرخصك، هاي المرة الثانية نقطة راسم موجودة، نقل قبل 5 أشهر. طالبنا 5 أشهر حكينا عليها، طالبنا بإسعاف دولي، طالبنا وهاي كتب رسمية، هاي عندنا كتب رسمية. الدين دائر صحة ذي قار، صحة ذي قار والمحافظ، حياة الناس مو لعبة عندكم، دائر صحة ذي قار. سحوا شوية حياة الناس مو لعبة. آخر شيء مين يطلع راسم على التقرير يكشف فسادكم، تروحوا تسوون دعوة، دعوة عليه، دعوة عليه يا بليش، تردون تطلبونكم ها؟ هاي العالم أمس هنا ماتت، العالم أمس هنا ماتت، العالم إسعاف واحدة ما طلعت. طب وهذه إسعاف، هذه يبعد عشرة منطقة هاي. رسالة إسعاف على الطريق الدولي مرور خلونا. الشرطة ذي قار ليش لون سبيل معروف؟ ليش اللي ينقلهم الذبونة بالسجن؟ يعني ليش هالسجن؟ ساعد عربية يجيب واحد من الأبرياء حادث يجيبونه؟ ما تخجلون ليش يجي سوت من الناس؟ أنا ما أعرف هاي الناس اللي جاي تحكمنا شنو؟ هاي الناس يهود والله، هاي الناس المتنفذة وين تريد توصلنا؟ قطعت سبيل المعروف. هذا بلا تفاعل الجمهور العراقي حول موضوع الحوادث المرورية. ونقرأ بعض التعليقات على منصة فيسبوك حول هذه المقاطع التي انتشرت. يقول عمير، يقول منظر يدمي القلب، لو بغير دول استقالات جماعية واعتذار على القنوات والتعويض للضحايا بسبب رداءة الطرق وعدم وجود خطة للإسعاف الفوري. علي النجار يقول عصابات الأحزاب لحد اليوم معشعشين في المناصب العليا وتوزيع المشاريع والمشتريات، وماكو أي متابعة لأي مشروع يخدم المواطن، اطيهم صرف فقط، متابعة ماكو. أحمد حسن العراقي يقول وين طيارة الإسعاف اللي استوردها المحافظ السابق أحمد الخفاجي؟ لو لغفت أي انسرقت، حالها حال غيرها. كرار يقول قبل 3 أيام تعرضنا لحال السير يم الديوانية، والحمد لله طلعنا سالمين بس رضوض مفشخين.
يقول ظلينا ساعة بالشارع ما حد إجانا ولا شاننا بعد مخابرات من الشرطة اتصالات من الشرطة يا الله اجت إسعاف خلف الله على السيارات المارة وقفت عالجتنا. نعم معنا اتصال أحمد من ألمانيا. أحمد أسألك حول ما يثار اليوم على منصات التواصل الاجتماعي من حديث حول مدارس خاصة مدارس تركية تدعى عشق أو عشق. هذه المدارس سمح لها بإعادة مادتين بحسب ما يقول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي وبحسب ما استمعنا إليه في المقطع الفيديوي في بداية البرنامج. إعادة مادتين لهذه المدارس حصرا هي مادة الرياضيات والأحياء للصف السادس الإعدادي دون غيرها من المدارس الحكومية. طبعا لغاية الآن وزارة التربية لم تنفي ولم تؤكد هذا الخبر. لو صح هذا الخبر كما يؤكد عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي ماذا يعني لك؟ مرحبا بك. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة أنا أعرف مدرسة عشق وأنا كان لدي مدرسة داخل العراق مدرسة أيضا كنت أدرس فيها المنهج البريطاني أوكسفورد سليبس ولكن منعتني وزارة التربية فلذلك سافرت خارج العراق. المشكلة أنه أخي إذا سيطرت على التعليم وإذا سيطرت على الصحة ممكن أنه سيطر على التعليم والعدل السيطرة على الشعب. أغلب المدارس الأهلية والمدارس بهذا المستوى يكون لديها برنامج سياسي قبل أن يكون لديها برنامج تعليمي. هذه الأمور يجب أن ينتبه عليها القيمين على المناهج التعليم وعلى المناهج الدراسية الموضوع. المنهج الدراسي هو عبارة بصراحة أنا كنت أستاذ في جامعة. المنهج الدراسي هو عبارة عن لبنة على لبنة لكي نصل إلى الهدف المنشود ونصل إلى أعداد الطالب بعد أنه يدخل في أي مجال ممكن أن يقدم شيء ويستفاد من العلوم الموجودة ومن العرض الموجود الذي يقدمه الأستاذ. مشكلة هذه المدارس أنها قد تغير عقليات الطالب قد تغير الجهات الفكرية للطالب. ولا تنسى أنه عندما استقلت الهند والباكستان من بريطانيا وانفصلت الهند إلى الهند وباكستان الشرقية والغربية استطاعت الهند أن تسلخ باكستان الشرقية اللي هي بنغلاديش من باكستان الغربية فقط عن طريق إرسال معلمين هنود يدرسون في المدارس البنغلاديشية وألبوا الشعب البنغلاديشي ضد الباكستاني الباكستان الغربية. الآن في العراق الأتراك هم جيران العراق الإيرانيين جيران العراق وحتما أي مناهج وأي مدارس وأي سلسلة مدارس تكون بهذا المستوى متغلغلة بالشعب العراقي حتما تروج لمفاهيم تخدم المصالح يعني إذا كانت السلطات الجبار. التركية صرحت من خلال قنصلها في أربيل العام الماضي وقال بأن السلطات التركية تعمل جاهلة لمصادرة هذه المدارس الأهلية التابعة أو التركية لأنها تابعة إلى منظمة صنفتها الحكومة التركية على أنها إرهابية. لماذا لا تتعاون الحكومة في العراق لإغلاق مثل هذه المدارس؟ أخي الكريم هذه سياسات دول مع احترام شديد جنابك والرأي دائما كل دولة مع أنه صديقة دائما هناك لديها أدوات استفزاز وأدوات ابتزاز للدول الأخرى لربما الحكومة العراقية أو السياسيين العراقيين بتوجيهات من شرق البلاد من خلف الحدود تستخدم هذه المدارس كوسيلة ابتزاز كما يستخدم حزب العمال الكردستاني وسيلة ابتزاز ضد الحكومة التركية الموجودة الحالية. هذا ممكن وهذا جدا. أنا بنظري لربما هذا الهدف الرئيسي أو السبب الرئيسي لعدم مطالبة الحكومة العراقية بإغلاقها. نعم هي تابعة لجولن عبد الله جولن وموسوم عبد الله جولن بالإرهاب. ولهذا أعيدت مادتي الرياضيات والأحياء لهذا الاعتبار. أنا لا أعلم حقيقة المنهج منهجهم رأيته في عام 2013 وتكلمت مع بعض الأساتذة هناك رأيتهم كلب الضغاءات هم يحفظوا الدرس ويحفظوا ما يقولون حتى أني استغربت قلت لهم ما مستوى التعليم الذي تقدمونه وفي كركوك هذا الورق ولكن لا أعلم حقيقة الرياضيات والمادة الأخرى هذه مواد أساسية يجب أن تكون في المنهج الدراسي لا أعلم حقيقة تم المسألة ولكن أقول أن هذه مثل هذه المؤسسات تستخدم كوسيلة ابتزاز
ضد الحكومة التركية. لدي مسألة أخرى أريد أن أتطرق إليها خلال قناة. خلينا في صلب الموضوع، بأنه هذه المدارس هي مدرستين أعيدت الامتحانات لمادتي هي الرياضيات والأحياء دون باقي المدارس. لماذا لم تخرج وزارة التربية والعراقيون على منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام يؤكدون بأنه تم إعادة الامتحان في هذه المدرسة؟ لماذا لا تخرج وزارة التربية لتنفي هذا الموضوع أو تؤكد؟ هل سكوتها يعني التأكيد على هذا الأمر؟ أخي الكريم، في العراق لا يوجد شيء يمكن أن يضبطه القانون، وذلك لتحكم المال الفاسد، لتحكم العلاقات السيئة، لتحكم المصالح الضيقة والنظرات الضيقة. فيوجد ألف سبيل وسبيل ووسيلة وسبب لحدوث هذا. لربما رشاوي أخي تحت العباءة، لربما أي أمر آخر ممكن أن يخطر على بالك. في العراق لا يوجد شيء منضبط، لا قانون يضبط الوقائع. نأتي أخي أحمد إذا سمحت لي على موضوع الحوادث المرورية. يعني في إحصائية لوزارة الصحة خلال عام 2021 لقي أكثر من 4800 مواطن عراقي حتفهم بسبب الحوادث المرورية، وهو رقم يعادل أضعاف ضحايا العمليات الإرهابية وجرائم العنف في العام نفسه. إذا تحدثنا فقط على عام 2021 يعني 4800 قتيل عدا الإصابات عدا الخسائر المادية. الناس تطلع على منصات التواصل الاجتماعي يقول لك طرق ما موجودة بسبب رداءة الطرق. المرور تقول لك احنا ما نتحمل كل المسؤولية، احنا مو معنيين بإنشاء طرق جديدة، هذا شغل هيئة الطرق والجسور. وتحدث قبل فترة مدير المرور بلقاء متلفز قال احنا اطينا خلال عام 2021 لخزينة الدولة حوالي 450 مليار دينار، هذه يعني ضرائب من المواطن العراقي. نعم، رقم كبير. نعم، رقم كبير جدا، يعني 4800 في عام واحد بسبب سوء الطرق، بسبب الاستيراد غير المنظم للسيارات، بسبب إعطاء إجازات لمن لا يعرف أن يقود السيارة. شيء مخيف جدا. أستاذ الكريم، مع احترام شديد لجنابك، نعم، عندما يتولى الحكم أمثال هؤلاء فممكن أن تتوقع كل ما هو سيء في البلد، من ضمنها هو سوء حالة الطرق، عدم إصلاح، عدم تبليط، عدم إعادة إكساء، عدم معالجة، عدم معالجة الجسور، عدم معالجة القناطر، عدم وضع أسيجة على الخطوط السريعة. أخي أيضا لا تنسى أنه مع الأسف إحنا العراقيين دام حار، وإحنا يعني بالغربة صار لي 40 سنة وآلي دائما يعني يصير عندي مخالفات مرورية. أخي إحنا أيضا يعني مع الأسف يمشون على الطرق مهترئة وبسيارات لا توجد فيها وسائل السلامة، يمشون بسرعة عالية جدا. أنا أحمل الحكومة العراقية المسؤولية كاملة، وأيضا المواطن عليه أن يعي ماذا يعمل. يعني يمشي منتحر يا أخي، هذا يمشي 160 و180 و200 على طريق بين بغداد والبصرة وبين طريق الناصرية والبصرة، ما يعرف كرم السماء، يطلع لبعير، يطلع لثور، يطلع لقطاع طريق، طريق هو يعني مديوس. فهذه مسائل يجب أن ينتبه إليها السائق، يجب أن يفكر في حياته وحياة أطفاله قبل ما يفكر بأنه السيارة تمشي ودوس لها. هذه الأمور يعني على السائق أن يفكر بها، هذا أولا. ثانيا، لا نسترجي ولا نأمل من هذه الحكومة الموجودة أي خير. واليوم أقول لك بصراحة، اليوم أفضل من غدا وغدا أفضل من بعدها. نحن نسير في سقوط حر من الجيد إلى الأسوأ. متى نستقف في قعر الهاوية لا أعلم. يعني أخي أحمد، من التناقضات اللي تشوفها في الشارع العراقي بأنه أحدث السيارات وبمبالغ طائلة بتصل إلى 200,000 دولار، 150,000 دولار، 100,000 دولار، ولا توجد الشوارع. أنا أشكرك أخي أحمد من ألمانيا كان معنا. أبو عمر من بغداد، مرحبا بك معنا أبو عمر. أبو عمر، الحوادث المرورية بعام واحد أدت إلى 4800 قتيل، والمواطن العراقي يشكو بعدم وجود إسعافات على الطرق السريعة. هذا الرقم الكبير يعادل أضعاف العمليات الإرهابية وعمليات العنف في عام 2021. رأيك بالموضوع؟
حياك الله استاذ عمر المحترم، وحيا الله القناه الرافدين يا هلا بك، استاذ المشاهدين الكرام يا هلا بك. استاذ عمر، احنا بالنسبه يعني كعراقيين وعايشين بالعراق، يعني كل العراق يعرف من السبعينات الثمانينات التسعينات الطرق الخارجيه اللي تؤدي للمحافظات، سواء البصره سواء الموصل سواء الجنوبيه سواء الوسطى، كل هاي الطرق الخارجيه اللي هي مسافتها ما تتجاوز عن 4 إلى 5 مترات. فظلت هذه الطرق اللي موجوده عندنا بالمحافظات الحبيبه ومحافظات الغربيه، كل هاي الامور من السبعينات والثمانينات ما حفظت ولا توسعت، والسبب بانه من 2003 ولحد الان يعني زياده السكان وزياده السيارات اللي عندنا دخلت بالعراق وزياده استيراد السيارات اللي دخلت، اللي مدير مرور العامه اللي ما نفذ انه خطط توسيع هذه الشوارع وتعريضها الى مسافات يعني تتجاوز الى 8 مترات الى 10 مترات، ما يعني كلفوا نفسهم لانه عندهم المرور العام ومديريه المرور العام ومديريه الطرق الجسور هم اللي هم مسؤولين عن هذه انجاز المشاريع اللي لازم تقدم للمواطن. مع العلم المديريه العامه اللي هي تاخذ مبالغ تسديد السنويات والغرامات، حتى يعني المرور العام، المرور العام أبو عمر، المرور العام تحدثت قبل فترة بأنها أعطت لخزينة الدولة أكثر من 450 مليار دينار عراقي. يقول لك إحنا ما مسؤولين على 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 تبليط وعلى على، يقول لك هاي شغل هيئة الطرق والجسور. هم صحيح، وين راح عندنا ال 450 مليار دينار؟ غير المفروض يصير شوارع جديدة، يتم توسيع شوارع، إنشاء شوارع وطرق جديدة. أستاذ أكيد لازم أكو من لازم أنه يحاسب هاي المبالغ وين صارت، لأنه إحنا عندنا الوزارات الموجودين اللي حكموهم قياداتهم السلطة اللي هي ما متعاونة مع القضاء العراقي والفساد الموجود عندنا، ما ممكن أنه محاسبة هاي المبالغ اللي قاعد تروح، لان الطرق الخارجيه لازم ان يكون يعني اول شيء مواطن انه يعني يروح بسلامه ويجي بسلامه من اجل يعني انجاز يعني امور بالحياه يعملها سواء الى اقاربه سواء اي امور. لكن للاسف نلقى انه بعض الناس يعني يستشهدون او يموتون ما لهم اي حقوق، هذا يعتبر انه قضاء وقدر، فهاي الامور تتحملها الحكومه وتتحملها سلطة الأحزاب، لأنه أرواح ناس عندنا. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. انتشر مقطع فيديوي على منصات التواصل الاجتماعي في العراق يوضح معاناة المواطنين المراجعين في دائرة مرور محافظة البصرة وهم يفترشون الأرض في انتظار إنجاز معاملاتهم دون حلول من قبل الجهات المعنية. دعونا نتابع. هذا البصراوي أبو النفط أبو الخير، اللهم صل على محمد وآل محمد، على مود إجازة السوق مع الأسف والله. إجازة سوق والله، بس إجازة سوق يعني ماكو شيء غير الإجازة، بس تسليم معاملة يعني بس ما واقفة مع الأسف والله. هاي البصرة ما بيها نت، يلا صيحوا هيات من الذلة وينكم؟
لك جدد إجازة السوق. زين شلون جدد إجازة السوق وهذا النظام؟ هاي مرور البصرة، هاي العالم بتاع قاعدين من ساعة لستة الصبح. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. أعزائي المشاهدين، يقول حسام، يقول الحكومة تعمل على إذلال المواطن إضافة إلى البيروقراطية التي تجعل من القانون ضد المواطن وليس لصالحه. منتظر الجزائر يقول لما يدفع فلوس والما عنده معارف، ما يدفع فلوس والما عنده معارف بدوائر الدولة هذا مصيره إن شاء الله. الله يخلصنا من الأحزاب بوجود المتظاهرين. عمار البصراوي يقول مهزلة، صار أكثر من أسبوعين ماكو بصمة، ثلاث مرات ذهبت إلى المرور وماكو نتيجة، وهي تجديد إجازة سواقة. أما نصر فيقول دائما العراقي مهان في بلده وفي أي دائرة، يقول إلى الله المشتكى. معنا اتصال أبو سمية من محافظة الأنبار. مرحبا بك معنا أبو سمية، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أخي عمر، جذب انتباهي المقطع مدرسة إشك في العراق. حقيقة رسانة التعليم قد انتهت. قالت الإعدادي 92 93، عندك لوريا، كان هناك للامتحانات الوزارية هيبة، هذه الهيبة الآن قد ذهبت، لأن الذين استلموا زمام الأمر في وزارة التربية يحقون أن يكونوا في منصبهم هم والذين دونهم في الوزارة وفي المديريات. نقول لهم لا تصلحون لقيادة العملية التربوية. الغريب أخي عمر، نعم، في عندما يحدث خرق أو فضيحة في إحدى الوزارات ترى الوزير يستقيل. لماذا؟ نعم، لمنصبه. يا أخي، في هذه في هذا البلد توالى واحدة بعد الأخرى، والوزراء والمسؤولون باقون بكل وقاحة وبكل صلافة. يعني ماذا يعني أن تخصص مدرسة، أن تخصص مدرسة بإعادة من الامتحانات؟ هذا التصرف ما صدر إلا لأن الوزارة قد وقعت بأيد غير أمينة وتقود التعليم يوما بعد يوم إلى الهاوية. وأنا قلتها وأقولها، استهداف التعليم في العراق أمر مقصود، لأن التعليم هو أساس الكفاءات والمهن والمواهب. فإذا أفشلوا التعليم أفشلوا هذا البلد كله. وشكرا لقناتكم. شكرا لك أبو سمية من الأنبار كان معنا. رسالة للخريجين والشباب العاطل عن العمل في قضاء المدينة ونواحيها شمال محافظة البصرة، وطالبوا بتوفير فرص عمل لهم وافتتاح مراكز للتشغيل في حقل القرن الثاني لأهالي القضاء، خاص لأهالي القضاء. طبعا أهالي قضاء المدينة في البصرة طالبوا بفتح مكتب التشغيل، وأن يكون المكتب فعال لتشغيل الخريجين والعاطلين عن العمل في الشركات النفطية التي تقع ضمن الحدود الإدارية للقضاء. دعونا نتابع رسالتهم في هذا المقطع. البصرة، إذا عندك علم فما شفنا منك أي شيء، وإذا ما عندك علم راح نوصل لك رسالة. إحنا اليوم أهالي قضاء المدينة ونواحيها، اليوم شبابنا العالم من المطالب، خريجين بدون تعيين. ما ادري انت كمحافظ البصره يعني شنو اجراءاتك من هاي الناس؟ من تطلع الناس مظاهرات تطلعون عليها قوات الشغل؟ زين من تسكت العالم؟ والله الناس لا شغل لا مشغله. اليوم البطاله منتشره، كثره الانتحار بسبب قله الاموال، ناس ما عندها تعيش. زين احنا اليوم اصحاب الارض يا محافظ البصره، ويجيبون عماله اجنبيه، يجيبون ناس
ناس من المحافظات يعني اليوم المفروض تتدخل. هاي كم مناشده مناشده قلنا لك وانت ولا كانك تدري. حاسب شمال البصره خارج العراق مو من البصره. نفط البصره اكثر من قضاء المدينه واهل المدينه حصتهم بس الامراض السرطانيه والدخان. اليوم البطاله منتشره شبابنا بدون عمل وانتم الحكومه المحليه تقدر تتفرج. هم مصالح شخصيه وناس مستفاده اكو مافيات مسيطره على مكاتب التشغيل تستفاد من العماله الشغل بفلوس وشبابنا ضالة. احنا اصحاب الارض احنا حق من غيرنا بالتشغيل. احنا مطالبنا مو صعبه. مطالبنا تعينون خريجين والشغلون عاطين عامل بالشركات النفطيه اللي داير ما دوار بيوتنا. التشغيل باطل او مو احد عشرات او مئات الموظفين يداوم ليله بالاسبوع وتلقاه يداوم بالشركات النفطيه. واما هذا الطالب بنى مستقبله من عمره 6 سنوات الى صار عمره 25 سنه تمام. يعني شنو يطلع؟ سايق؟ لا. شنو يطلع مثلا؟ مقاول؟ دعونا نذهب الى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع، خروج تظاهرات في البصره للمطالبه بتوفير فرص العمل. قاسم يقول اليوم وباكر وبعد نطالب بحقوقنا. أما مرتضى فقال أبطال استمروا لتحقيق المطالب كفى تهميش. مؤمل علي يقول والله نستمر ولن نسكت على هذا الظلم بحق قضاء المدينة، ولنا إن شاء الله مواقف رجال تتصدى لكل مفسد في قضاء المدينة. علي يقول 30,000 درجة وظيفية راحت لناس اللي ما دارسة وأبو الشهادة بقى نايم. يقول هاي تحقيق عدالة اجتماعية. نعم. نذهب إلى أنت ترى حيث وردنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين الفضائية للمشاهدين الكرام، وردنا مقطع مصور لتظاهرة لأهالي مناطق سدة الهندية في محافظة بابل أمام مديرية الموارد المائية في قضاء المسيب، حيث قاموا بغلقها بسبب انقطاع الماء عن مناطقهم لما يقرب من 4 أشهر، مما تسبب بتصحر أراضيهم وموت أغلب مواشيهم وعطش أطفالهم، وطالبوا بإقالة مديري الدائرة ووضع الحلول العاجلة وإنقاذهم من خطر العطش الذي أهلك مناطقهم وأراضيهم. فنتابع. الموارد المائية الدائرة مسدودة، فالحين ما يسوونا صورة حل. يعني احنا مي معقم ما عندنا، مي غسول ماكو، يعني تبهذلنا، يعني تدمرنا دمار، يعني وضعيتنا حيل تعبانة. فانتاني مسؤول، انتاني احد بالحكومة يجي يسوينا صورة حل لهذا الشغلة مالتنا. نريد مي غسول، نريد شرب، يعني وين نمطوجوهنا حكومة؟ يعني تعبتنا الحكومات، تعبتنا، تعبنا، يعني نفسيتنا حيل تعبت. فاحنا انتاني شلون صورة حل لهاي الشغلة؟ هسه لحد هاي اللحظه احنا غلقنا دائره موارد مائيه شعبه المسيب باعتبار ما مستفادين من هاي الدائره. هي سبب معاناتنا واذيتنا. مينا ما يصل، احنا نعتقد ان هم ان الناس هنا تقول ابو الموارد مائيه ما متجاوبوا، يعني جاي مقدرته يقدر على النهر يسده، وهو نهر قناه صغيره البور مالها قطره 80 سم ما يسوي شيء قياسا بمنسوب الفرات العظيم هذا. صار 90 يوم ماكو مي، ما عدنا، حلالنا مات، مزروعاتنا انتهت، معتمدين عليها، عيشتنا عليها، وين نولي يعني؟ وين نروح؟ وين ننطي وجهنا؟ وشنو الأسباب؟ ليش يعني ما ينزلون البابية؟ إذا فلوس ما عدهم إحنا نعفرها وننزلها، هي ما تحتاج غير تنزيل متر، يعني متر ينزلونها لي جوا، لأن هسه المي ما يجي عليها، ما يطب عليها، ما يلحقها يعني، وهذا اللي عدنا. طبعا المتظاهرين قاموا بغلق دائرة الموارد المائية في قضاء المسيب بسبب شحة الماء، وهسه القوه يعني الموظف ما قاعد شوف هاي الماء نعم. معنا اتصال ابو احمد من بريطانيا. مرحبا بك معنا ابو احمد. ابو احمد، ناس صار لها 4 أشهر ما عندهم مي بحسب ما وردنا هذا المقطع عبر خدمة انت ترى.
قاموا بإغلاق دائرة الموارد المائية في قضاء المسيب التابع لمحافظة بابل. رأيك بالموضوع؟ تحياتي للأستاذ عمر وإلى قناة الوطن قناة الرافدين. أنا ما أدري ما هي أربع ملفات ماكو وقت يمكن أعلق عليه. نعم. ممكن يعني أكون مجال أعلق على الملفات بسرعة؟ ممكن بسرعة، عندك دقيقتين. ماشي أستاذ عمر العزيز. أول حاجة بالنسبة إلى الموضوع الأول حول مدرسة إشق، هاي المشكلة أنه البناء العراق بعد الاحتلال بناء خاطئ، انعدام النظام الإداري. وهذا بسبب سوء التنسيق بين وزارة التربية، وزارة التعليم، وزارة التخطيط، أنه فتحوا مدارس كليات أهلية هواية، فتحوا مدارس هواية، فبالنتيجة النهائية ضاع الخيط والعصفور في هذا الموضوع. حتى بسرعة أعلق على الموضوع الثاني. الموضوع الثاني الحوادث المرورية، والله شغلتها سهلة. فقط أنه الشوارع اهتموا بها، زائد حط كاميرات على طول الطريق، يعني كل دول العالم بيها كاميرات، لأنه السائق مرجع إلى مديرية المرور، من يجي راح يشوف عنده مخالفة راح يدفع والمخالفة تتراكم عليه، راح بعد مستحيل يمشي بشكل سريع. إضافة إلى منع تام استخدام أنا بالعراق فد مرة أجر السيارة يسوق 160 وملكي حاط الموبايل يباوع بيه ويقلب يوتيوب، وهذه هذه طبعا لازم تنحشي مع الشغلة. الموضوع الثالث حول المرور، المرور شغلته كلش سهلة. أخي أنت عندك مراجعين هواية، أخذ ملفاتهم كلها، وإذا شوف أنهم موظفين غير قادرين سوي لهم جدول، كل 20 كل 30 كل 40 يجون يمرون تنعي مثل هنا. يحطوا لك موعد للامتحان وتروح للامتحان تشوف اسمك موجود. تروح تأدي الامتحان تنجح تحجز الكترونيا موعدة. أحسنت. أنت بجيت الحل بعد، بس هو للأسف ماكو حكومة ومبنت على أساس محاصصاتي، وبالنتيجة النهائية جابوا ناس ما لهم أي علاقة كفاءة إلى آخره. موضوع الأخير حول الماء، مسألة السدة الهندية، طبعا هذه من أجمل المعالم اللي موجودة في الفرات الأوسط، يعني هذه جريمة عظمى أنه وزارة الموارد المائية ما تهتم بها. يعني هذه فد موضوع مؤلم جدا مؤلم، هي منطقة سياحية، منطقة إضافة إلى ذلك أنه يعني معروف، يعني أقرب جيمر بالعالم هو جيمر السد، يعني أكيد معروف للجميع. هذه معناته أكو مياه عذبة، أكو بس هي بعد قلت لك يعني هو مع الأسف. أشكرك جدا يعني أنا أشكرك عيني أبو أحمد من بريطانيا كان معنا. دعونا نذهب إلى الهاشتاج، أين القضاء من التسريبات؟ هذا الهاشتاج أو الوسم الذي انطلق على تويتر في العراق، حيث طالب ناشطون ومدونون على تويتر بمحاسبة الفاسدين بعد انتشار التسريبات الصوتية لمسؤولين في العراق، ومنهم من انتقد ضعف الدور القضائي وتستره على الفساد والفاسدين كما قالوا. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم، أين القضاء من التسريبات؟ محمد التميمي يقول: بات من الواضح جدا بأن لا سلطة حقيقية لهذه المؤسسة المهمة إزاء صمت هذه السلطة عن سلسلة التسريبات المتتالية التي يتم تداولها. ويبقى السؤال المطروح هو: متى يكسر جدار الحصانة والإفلات من العقاب الذي أصبح سمة أساسية من سمات النظام السياسي الحالي؟ أما شهاب فقال: القضاء في خبر كان عندما يتعلق الأمر بحيتان الفساد في العراق. ظلال: هذا ما يسمى العرف النتن الذي بنيت عليه العملية السياسية في العراق، وهو السيطرة على القضاء لحماية القطاع السياسي المتمثل بحكم المكاتب والأسر. تغريدة من أحمد يقول فيها: لن يتخذ ما يسمى القضاء بالعراق أي إجراءات فعلية بخصوص تسريب أو جريمة ومجزرة سقوط هذه المؤسسة، مرتبط بسقوط جميع الفاسدين والقتلة. العراق غير مستقل ليكن قضاؤه مستقل. إن كان رئيس هذه السلطة ضابط بالحرس الثوري كما يقول، ومتهم بالتستر على أفعال النظام الإجرامية، أين القضاء من التسريبات؟ نذهب إلى أنفوغرافيك. فتحت استقالة وزير المالية علي علاوي الباب على مصراعيه للحديث عن الفساد في القطاع المصرفي الذي تديره الأحزاب وميليشياتها، بعد سلسلة الفضائح التي نشرت مؤخرا حول تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق من قبل مصارف يديرها المقرب من ميليشيا العصائب علي غلام. مزيد من التفاصيل في سياق هذه المادة التي أنتجها قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، فلنتابع. Thank you.
100% من الوصولات المقدمة إلى نافذة بيع العملة هي وصولات مزورة، ونحن أعلننا بوثائق رسمية لبعض المصارف كيف أنه يقومون بتزوير الوصولات وما هي المواد التي يدعون بأنهم يستوردونها باسم المشاركة في نافذة بيع العملة. في عمليات التزوير طبعا مصارف هي فاسدة إلى حد ما، وتقف خلفها جهات سياسية أفسد منها لتمارس النهب المال العام وتمارس هاي عمليات التزوير. يعني حتى وصلت فيهم مرحلة أنه يجيبون أسماء مال موتى من استعلامات مقبرة النجف، زين يجيبون أسماءهم ويسجلون بهم وصولات على بذول يستوردون بضاعة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.